المشايخ الفضلاء والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من منهج الدعوة الذي هو منهج قرآني ومنهج نبوي ومنهج سار عليه العلماء أن يعرف الشر حتى يحذره الإنسان، ولذا قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره حول هذه الآية كلاما ما معناه أن الله سبحانه وتعالى يبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله تعالى والعياذ بالله، حتى يتجنبها الناس وحتى يتقيها الناس، لأن الإنسان إذا لم يعلم ما يوقع في سخط الله وقع فيه من حيث لا يشعر، ولكن إذا وضح له وبين له ذلك فإنه سوف يجتنب هذا السبيل الموصل إلى سخط الله وغضبه وعقابه، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد من بيان ذلك، البيان الواضح والبيان الشافي، وإلا إذا كان الأمر ملتبسا ومشتبها وقع الناس في الضلال. هذا خلاصة معنى ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويدل على ذلك ما تضافرت به الآيات وما جاء أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور المعروف حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخنه. ثم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين البيان الشافي ما هو هذا السبيل، سبيل الشر. ولذلك الواجب على الدعاة أن يبينوا هذه السبل المنحرفة، والسبل كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فمن السبل التي يصد بها عن سبيل الله قتل الأنبياء وتابعيهم والاستهزاء بهم ورمي الشائعات ونسقها حولهم، كل هذا من سبيل المجرمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله. ومن أخطر ما يصد به المجرمون عن سبيل الله الشبهات، الشبهات من أخطر ما يصد به هؤلاء الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، ما يزينون من الشبهات وما يبعثون من الشبهات. ولذا كان من منهج الإسلام أن تتناول هذه الشبهات بالرد، وأن يتناول أصحاب الشبهات أيضا بالرد والتحذير، وأجمع على هذا الأئمة الأعلام، وتضافرت بذلك أدلة الكتاب والسنة أن يتباعد الإنسان من الشر ومن الشبه. وليس من المنهج الصحيح أن يذهب الإنسان إلى أماكن الشبهات ويسمع ويقرأ ويناقش من غير حجة ولا علم ومن غير
حاجة شرعية من مناظرة بشروطها أو غير ذلك، ولا تستمع إلى الذين يصدون الناس عن هذه الردود بشبهات كثيرة، فإنهم يريدون أن ينتشر الباطل بشبهاته، وإذا نطق ناطق بالحق وأراد أن يفند هذا الباطل قاموا في وجهه تلك القومة الخاسرة. ولا فرق عند علماء أهل الإسلام بين المتكلم بالباطل أو الساكت عن الحق، فأحدهما شيطان ناطق وأحدهما شيطان أخرس. أول وأهم المسائل التي حاول أعداء الرسل من قديم الزمان أن يصدوا الناس عنها هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذه أعظم المسائل التي جاءت بها الرسل والأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل من خالف هذا الحق الذي جاءت به الأنبياء فإنه على باطل، وإنه من أعداء الله ومن أعداء رسل الله ومن أعداء المؤمنين. وكل ما ترى حولك من الجماعات ومن الأحزاب إنما يريدون أن يصدوا الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا يبعث الإنسان على أن يخاف على هذا الإيمان وعلى هذا التوحيد، فماذا يجب عليه أن يفعل بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ الواجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالواجب علينا كلنا يا أخواننا أن نجتهد في تعلم هذا التوحيد وفي حفظ مسائله، لأنه فرض الله عليك الواجب، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك يا أخواننا الإنسان الواجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد، وأن يكثر من المطالعة في كتب التوحيد، أعظمها وأولها القرآن، ثم ما صنف من كتب العلماء ككتب الأئمة من قبلنا، كتب الإمام البخاري وغيره من أئمة العلم والهدى والدين، إلى ما كتب الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام المظلوم المفترى عليه، الذي نسج حول دعوته ما نسج من الكذب ومن الباطل ومن التلبيس ومن البهتان، وهم يعلمون تماما وحقا أنه ما دعاهم إلا إلى ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دعاهم إليه المصلحون من صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة غير الله تبارك وتعالى. ده كل الموضوع. طيب، المحاضرة عبارة عن شبهات ورد عليها، أخذتها من كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
مع شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونحن بنحاول نبسط ما ذكره هؤلاء العلماء ونذكر عليه الأدلة من الواقع، وهذه كتب هؤلاء المجرمين موجودة. طيب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب كتابا سماه كشف الشبهات، وذكر فيه قاعدة تعلم عوام الناس من الموحدين، وكذلك تعلم صغار طلبة العلم ومن دخل جديدا في دعوة التوحيد، تعلمه كيف يرد على الشبهات. لأن يا أخواننا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قامت ما كانت هنالك وسائط إعلامية، ما كان في تلفاز، ما كان في صحف وجرائد ومجلات، وكانت وسائل التواصل صعبة. ده واحد. نمرة اثنين، كانت دعوة الشيخ رحمه الله محاربة حرب شديدة جدا، ومن وجد معه شيء من كتب الشيخ رحمه الله صار خارجيا مبتدعا مرتدا عن دين الناس في ذلك الزمان. وما كان الشيخ يستطيع أن يدخل كل بلدة ولا أن يدعى إلى محاضرة كما ندعى الآن مثلا، فيأتي ويرد على الشبهات ويكسر كلام أهل الباطل، خاصة أن هؤلاء العلماء ليس عندهم علم ولا حجج حتى يواجهوا بها الحق. ولذلك الشيخ حتى لا تنتشر هذه الشبه، ومن دخل في دعوة التوحيد ينقص ويرجع بالشبهات التي تتخطف الناس، صنف هذا الكتاب العظيم كتاب كشف الشبهات، صنف الكتاب ده. وده في ورد على الجماعة دارين يربطوا تحت البطانية، في مجموعة واحد عامل لك فوقها بتاع دعوة ودار يرقد تحت البطانية وما دار يشتغل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف كتاب، لأنه في ناس يقول لك دي الشغلة بتاعت الشباب ديل، أنا إحنا ألفنا كشف الشبهات. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف كتاب كشف الشبهات حتى يعلم من دخل في التوحيد حديثا كيف يرد على شبهات هؤلاء المضلين المجرمين، يتعلم كيف يرد على شبهات المتصوفة والشيعة وغيره حتى لا تأخذه وتتخطفه هذه الشبهات. فصنف هذا الكتاب واعتنى به العلماء بالشرح وبالتدريس. والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا بعد تدريس هذا الكتاب؟ بعد تدريسه في شنو؟ تمشي تشتغل دعوة صح؟ بما عندك من العلم. أما مسألة ما عندك فيها علم ما بنقول لك شنو؟ تمشي تناظر فوقها أو تعقد المجالس والمناظرات، ده يا أخواننا برضو شنو؟ باطل. إذا ما كان الإنسان المناظر عنده علم، أو كان عنده علم لكن لا يستطيع أن يستحضر الأدلة ويرد على الخصم ويكسر حجته ويكون قوي القلب أثناء المناظرة بتقوية الله له، أو ما كانت هناك مصلحة في مناظرة هذا المبطل، أو كان هذا المبطل وحده. ما بمشي بنكت يا أخواننا، أمشي أناظر. قد يكون في واحد مثلا عنده شبهات بتاع تصوف أو غير تصوف، قاعد في الحلة بعيد ما بزول عارف، أنا ما بمشي بجيبه يا أخواننا أجره من أضانه وأجرجره وأتكلم فيه قدام الناس وأقوم أناظره وأقيم الدنيا ولا أقعده. هذا ليس من منهج السلف، وهذا من هذه من المناظرات المحرمة. أما إذا انتشرت شبهات المبطل بين الناس، إذا انتشرت شبهات المبطل بين الناس وصار هذا المبطل داعية لهذه الشبهات بين الناس، فإن الواجب التحذير منه. وكلمة الواجب التحذير منه يشمل التحذير مما عنده من الباطل والتحذير منه باسمه، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كشف الشبهات. لأنه تاني في ناس قاموا جونا
بوهمة جديدة. قالوا تحذر من الخطأ لكن ما تحذر من المخطئ، ناس الحلبي وغيرهم، وفي برضو أبو مين كده أبو متوفيان برضو جاب الشبهة دي، قال تحذر من من العمل لكن ما تحذر من الاسم. يا أخي زول، أنا أقول لك يا فلان، الزول ده ميكانيكي لكن الزول ده ما بيشتغل كويس، تقول لي أي لكن ما تجيب اسمه، شنو ده ذاته؟ أسيد عقلا يستقيم ذاته، كلام ذاته من العقل ذاته ما بي. فلا بد يا أخواننا من تحذير الناس منهم وتبيين الحق لهم، يفهمه أدنى الناس فهما وأبلدهم عقلا، لا بد يفهم الكلام، يكون كلام واضح. فالعلماء قالوا زي ما قال، ودي مسألة مهمة، زي ما قال الشيخ عبيد الجابري وقال الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني رحمهم الله في التحذير من أهل البدع، وهذا هو تأصيل العلماء ما كلامنا نحن، أن أهل البدع نوعان، منطوٍ على نفسه وداعية إلى بدعته. الداعية هو الذي يرجع إليه الناس كما ذكر الشيخ رسلان في دراسات في البدع والمبتدعين، والذي يرجع إليه الناس في تأصيل هذه البدعة ده اسمه شنو؟ داعية. زول شغال ينشر البدع بين الناس ويؤصل لهذه البدع، هذا داعية. وفي زول عنده البدع لكن منطوي على نفسه، لا بناغش بها زول، ولا وقف يوم في الجامع يتكلم بالبدع، ولا قعد في سماية يتكلم فيها، ولا في مناسبة من المناسبات تكلم ونشر هذا الباطل، فهذا لا يذكر اسمه، أو ما كان مشهورا بين الناس. يعني هل الآن أنتوا في السودان يا أخواننا بتعرفوا واحد اسمه محمد سعيد النورسي؟ تعرفوا الزول ده؟ ده نفس أفكار الترابي، وعنده مركز له سنين في المعمورة، عرفتها؟ وبيقول ياجوج وماجوج هم الصينيين، وينكر الدابة والله، وعنده كتب اسمها رسائل النور، وعنده برضو مذهب المتصوفة وغيره من المذاهب الباطلة والفاشلة والعاطلة. أنا ما ممكن في الحلقات أتكلم عن سعيد النورسي، يقول لك أنت قاصد الموبايل القديم ده، مش زمان في موبايل اسمه النورس ولا شنو؟ ناس ما فاهم منه. لكن الإزيري، لكن بشرى، لكن عبد الحي يوسف وغيره من أئمة البدع والضلال، هؤلاء الواجب يا أخواننا شنو؟ أن يحذر منهم بأسمائهم. قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: إلا أن يحصل بذلك مفسدة، فعند ذلك لا يذكر شنو يا أخواننا؟ الاسم. إذا بتحصل مفسدة ما بيجوز شنو؟ ها؟ ما بيجوز ذكر الاسم، بيبقى حرام. في ناس بيقول لك، لأنه في ناس عندهم تأصيل غلط، يقول لك لا يا أخي المسألة دي خاضعة للمصالح والمفاسد. العلماء قالوا كما قال الشيخ ربيع حفظه الله، قال المصلحة موجودة بأن يرد على الباطل الذي انتشر بين الناس. كونه يرد على الباطل هذه هي المصلحة، المصلحة متحققة لا شك فيها. زول نشر باطل وأنا رديت عليه، دي مصلحة ولا ما مصلحة؟ مصلحة متوفرة. يبقى النظر وين؟ النظر في حصول شنو يا أخواننا؟ المفسدة. زي شنو؟ كأن يكون هذا المبتدع حاكما، فهنا لا يذكر باسمه، لأن هناك مفسدة شرعية وهي الكلام على الحاكم في المنبر، وهذا عليه عمل السلف ولا يحتاج إلى كلام. أما الإنسان الداعي للبدعة، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا نقول أنه قد يتعين تعيينه، أي يذكر باسمه. وكذلك ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. فالذي قادنا إلى هذه المسألة أن هذا يا أخواننا هو منهج السلف، وما زال السلف يجادلون أهل البدع ويردون عليهم ويحذرون منهم ويكشفون باطلهم للناس، ويأتون بكتبهم وينقضونها. هذا أيضا من أعظم الجهاد ومن أعظم منهج السلف، كما رد سلفنا الصالح الإمام البخاري في الصحيح، الكتاب كله رد على أهل البدع، كتاب البخاري ده صحيح البخاري كله رد على أهل البدع،
ابن ماجه خط المقدمة رد على أهل البدع، والإمام مسلم في الصحيح أصل لهذه المسائل، وأفرد أهل العلم كتبا بعينها كما أفرد الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد وغير من الكتب، وكذلك الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة، وكذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي الذي ألف كتابين في الرد على الشبهات الموجودة الآن في الساحة، شبهات سيد قطب في ظلال القرآن وليزيرك وعبد المحمود نور الدائم وغيرهم، في كتابيه كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقد على بشر المريسي العنيد، وقد قال عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهما من أعظم الكتب في هذا الباب أو كلاما هذا معنى، وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله كان بصيرا بمناظرة أهل البدع، وكذلك ردود العلماء من بعده، تجي تشوف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الرد على الشيعة والقدرية، كتاب رد على واحد شيعي مؤلف منهاج الندامة، ابن المطهر الحلي ألف كتاب جاء فيه شبهات ابن تيمية رحمه الله نقضه في كتاب منهاج السنة النبوية، جاء البكري الصوفي وكذب على شيخ الإسلام وأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر، فرد عليه شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري، كذلك الرازي جاء بقاعدته التي اتبعها الترابي وجميع المعتزلة ناس عدنان إبراهيم وغيرهم وغيرهم من المجرمين، ده الرازي زمان نجرى بدري حاجة سماه بالقانون الكلي وقال فوق العقل قدام الكتاب والسنة، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فألف شيخ الإسلام رحمه الله درء تعارض العقل والنقل كتاب كامل في الرد على هذا القانون المسمى بالقانون الكلي وغير من الرد على المنطقيين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثامن مجلد القدر واحد من أهل الذمة أرسله أهل البدع ليحتج بالقدر، وقام ألف قصيدة من سبع أبيات، ابن تيمية كان قاعد في درس رحمه الله عشان تشوف ذات الردود دي بتكون في أي محل، فجاء بسبعة أبيات قافيتها التاء وأنه قد تشكك و إلى آخر، فرد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس المجلس ده جاب في شكل سؤال، الجواب كان قصيدة بنفس القافية التائية في 128 بيت، شوف الكلام ده كيف، ده منهج السلف، الناس بتتمسح بالسلف ساكت، الناس بتتمسح بالسلف، ريموا ب 128 بيت خلى راسه كله مفرز أي شعيرات ثلاثة يتلمم براي، ده منهج السلف يا ناس، منهج السلف ده منهج واضح وصادع، وكذلك تعال شوف المعاصرين، الإمام الألباني رحمه الله رد على البوطي ورد على الغزالي في إباحته للغنى ومعاه القرضاوي وألف كتاب التوسل في الرد أيضا على البوطي وغيره وأمثاله، وردود كثيرة جدا ككتاب الردود الصريحة على ما افتراه ابن عبد المنان واعتدائي على كتب الأئمة الرجيحة، كتاب قوي جدا في مصطلح الحديث رد فيه أيضا على هذا الإنسان وغير من الكتب، وكذلك كتب العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، كتب كثيرة جدا رد على سيد قطب فيما يقارب الأربعة أو خمسة كتب رد عليه في العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، و
رد على الخطاب الذهبي للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغيره من الكتب، وجماعة واحدة رد على عبد الرحمن عبد الخالق، وده أخواننا منهج السلف عشان ما بزول يجي يغيرك، لأنه بعض الشباب يمشي ما شاء الله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يمشي تمام، تلقاه من أنشط الناس وقد بارك الله في كلامه، يقوم يجي واحد في نص الشارع يقطع عليه الشارع، ولم يقطع عليه هو وحده وإنما قطع على آلاف من الناس يمكن أن يستفيدوا منه، يقوم يمشي مع ذاك. الله أخواننا صح يا أخي، قالوا يا أخي الشغلة دي كده ما بتجي، والمناظرة عندها شروط كثيرة، ومن هذه الشروط أن يكون الإنسان وأن يكون شروط لا تنطبق أظن إلا على ابن تيمية أو بعض السلف، والله بل وصل بهم الحال إلى أن يضعوا شروطا لو أردت أن تنصح المسلمين، لو دارت تعمل نصيحة ساي في ناس بدوك شروط. الشرط الذي نعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تذكر المسلمين تذكرة في أمر من أمور الدين أن تكون عالما بالمسألة التي تريد أن تتحدث فيها وأن تنصح الناس فيها، ده نحن الشرط اللي بنعرفه، وتبين هذا للناس. لكن أما إنه يجعلوا لك شروط عشان تتكلم للناس في أن يدعى الله وحده ولا يشرك به شيئا، إنه لابد يكون عندك يعني تحفظ من الكتب وتحفظ من التفاسير وتحفظ من الأحاديث وتحفظ وتحفظ، هذا يا أخواننا عبارة عن تعطيل لدعوة التوحيد. ولذلك نحن رسالتنا لأخواننا إنه الناس تتعلم يا أخواننا، تمشي تشتغل وتحرص على ما يسر الله من الدروس العلمية والمحاضرات واللقاءات، وأن يجعل الإنسان له ما يقيد به هذه الفوائد، وأن ينصح بها من يسر الله له أن ينصحه تمشي بها. ربنا قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي الذي يمشي بين الناس بالحق وينصح الناس ويخاف على الناس والذي لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن ينصح الناس، لا يستويان. ولذلك الناس يا أخواننا تحرص على البرامج والدروس العلمية وتمشي بدعوة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر والثواب إن أخلصت النية لله سبحانه وتعالى، خاصة يا أخواننا في زمننا ده في بلدنا دي، والله الكلمة اللي بتقولها دي ده جهاد ما بعده أي جهاد. فلا بد يا أخواننا الناس تستعين بالله وتتعلم هذا العلم الشرعي. طيب فده يا أخواننا من العلوم التي تعلم للناس. طيب والشيخ رحمه الله ذكر في هذا الكتاب قاعدة الرد المجمل والرد المفصل، ما نريد أن نقف عندها، ندخل في بعض الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب والرد عليه، وقد جمعنا بين كلام الشيخ وتلخيص الشيخ وشرح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. طيب في ناس بيجيوا من الشبهات التي لقنها لهم أئمة الضلال من بدري، طبعا الكلام ده ما جابوا ناس الليزيري والخنجر حامد بابكر و إلى آخر، وإنما جابوا من زمن أبو جهل وأبو لهب والسلسلة بتاعت الضلال ماشي لغاية ما تولى المتأخرين ناس أحمد زيني دحلان وغيرهم وغيرهم من أعداء الدين وناس الجفري وعلوي المالكي والكوثري وأبو غدة وغيرهم والبوطي وغيرهم من هؤلاء الضلال. طيب يقول لك نحن ما بنشرك بالله لأنه نحن بنشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره.
ولك نحن جنوم أقعد نشرك بالله الخالق الله والرازق الله براه وحده ولا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم ذاته يقول لك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الزول ما فهم التوحيد يا اخواننا والشريك يقول لك طيب الناس مشكلتهم شنو يا اخي؟ والله كلامهم صح. ده زول خبيث، ده زول خبيث. ليه يا اخواننا؟ لانه المشركين ذاتهم نفس كلامك ده كان بيقولوا. رب الدليل شنو؟ ربنا قال دي لابد تتعلمها. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والارض اللي بيجيب لكم الرزق من السماء كالامطار وغيرها والارض. ودي ذاتها هنا الليله في حاجات نحن هنعلق عليها طبعا لانه دي ذاتها ما نقطه بتاعت اتفاق كويس. فالامطار الذي ينزلها والله وحده كانوا مقرون بذلك، والذي يخرج الثمرات من الارض هو الله وحده هم مقرون بذلك اي المشركين. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله، اي الله يرزقنا من السماء والارض ويملك لنا السمع والابصار والافئده ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله والذي يفعل ذلك وحده لا شريك له. فيبقى كونه تقول لي انه انا ما بشرك بالله شيئا وانه لا ينفع ولا يضر الا الله ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، ده نفس كلام شنو يا اخواننا؟ نفس كلام المشركين. وبعد ده شنو؟ بعد ده مسلمين ولا كفار؟ كفار. بعد ده شنو؟ كفار. ليه يا اخوان؟ لماذا؟ لان التوحيد الذي فيه الخلاف ليس توحيد الربوبيه وانما هو توحيد العباده والالوهيه. الفي والخلاف وين؟ انه ندعو الله براو ونستغيث بالله براو ونصرف العباده كلها لله وحده لا شريك له. ولذلك المشركون مقرون بذلك ومع ذلك لم يغني عنهم من الله شيئا. طيب عشان كده ربنا قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. عشان كده ربنا ايضا قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب المسألة الثانية الرد الثاني نقول لهم ما هو الشرك؟ عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود من رواية أخرجه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند معناه مثيل، معناه نظير، معناه شريك، معناه مساوي. هذا هو شنو يا أخواننا؟ هذا أعظم الذنب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب دي شبهة الأولى. الشبهة الثانية ودي طوال بيكرروها يقول لك الآيات دي نزلت في المشركين فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما. طيب قالوا الآيات دي نزلت في شنو؟ في المشركين. كيف تجعلوا الصالحين زي الأصنام؟ كيف تنزلوا فينا آيات المشركين؟ طيب نقول لهم أولا لا نقر لكم أن المشركين إنما كانوا يعبدون الأصنام وحدها وإنما منهم من كان يعبد الأصنام ومنهم من كان يعبد الصالحين ومنهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الأنبياء. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. وربنا قال افرايتم اللات والعزى. قال ابن عباس ودي يا اخواننا ادله لابد انت تحفظها. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري ونقله ابن جرير الطبري ايضا في التفسير قال اللات كان رجلا صالحا يلت السويق فعبد من دون الله عبدوه من دون الله. فكونه يجي يقول لك الأولياء
ما تنزل فينا آيات المشركين، لأنه المشركين الزمان كانوا بيعبدوا الأصنام، ونحن ما قاعدين نعبد الأصنام. وكيف تبقي الأولياء زي الأصنام؟ أول حاجة المشركين ما كان بيعبدوا الأصنام براها، كان بيعبدوا الأصنام ويعبدوا شنو يا أخواننا؟ يعبدوا غير الأصنام. عبادتهم للملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وكذلك قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في هذا دليل أيضا أنهم كانوا يعبدون شنو يا أخواننا؟ الجن. كذلك عبد عيسى عليه السلام، قل أتعبدون من دون الله، لأنه الآيات قبلها ربنا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون، قل أتعبدون من دون الله، هذا استفهام إنكاري، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فيبقى أول حاجة، أول جواب قلنا شنو؟ إنه المشركين ما كان قاعدين يعبدوا الأصنام شنو؟ برا. نمرة اثنين، أن هذه الأصنام كانت عبارة عن صور للصالحين، وقد ذكر أيضا ذلك ابن عباس في البخاري أن عمرو بن لحي أخذ الأصنام التي كانت في قوم نوح فجعلها في جزيرة العرب، خدت في اليمن جزء، في الطائف وحدات، وفي دومة الجندل، وين وفي مكة خدت شنو؟ خدت هذه الصور. الأصنام كان عبارة عن شنو؟ صور لمنو؟ لرجال صالحين. طيب نمرة ثلاثة، أن من عبد الصنم ومن عبد الملك ومن عبد الولي ومن عبد الصالح أو الجن أو الطالح فقد أشرك بالله وكفر بالله. لأن إحنا ما مشكلتنا إنه تعبد صالح، إحنا مشكلتنا إنك تعبد مع الله غيره. عبدت الله تمام، وده اسمه المشرك. لأن أخواننا الكافر قد لا يعبد الله، أما المشرك يعبد الله. مش واحد يقول لك يا زول نحن ما قاعدين نعبد الله، زول ما قاعد يصلي، أيوه أنت قال المشرك ده ما قاعد يصلي يعني؟ ما هو أصله كما صلى ما بيبقى مشرك، بيبقى كافر. لأن أخواننا الكافر تحته فيه شنو؟ فيه حاجات كثيرة. الشرك جزء من الكفر. الكفر قد يكون بالشرك، قد يكون بالتكذيب، قد يكون بجحود شيء من الكتاب والسنة، قد يكون بسب الدين، قد يكون بإنكار ما هو معلوم بالضرورة. الكفر أنواع كثيرة، لكن الشرك شنو يا أخواننا؟ جزء من شنو؟ جزء من الكفر. فالمشرك هو الذي يعبد الله ومع الله يعبد غير الله. من الشراكة ناس مشتركين، معناه شنو؟ معناه أي واحد عنده جزء وعنده نصيب كما قال علماء اللغة. فكونك عبدت صالح أو عبدت صنم أو عبدت شجرة ده شنو يا أخواننا؟ ده شرك في النهاية، تنزل فيك طوارئ. عشان كده ليه ده الجواب على سؤال ليه بتنزلوا فينا آيات المشركين؟ ليه؟ لأنه ديلك عبدوا الصنم وإنت عبدت الولي. ونحن ما مشكلتنا إنه يبقى ولي، لو بقى ولي وفي الجنة وعبدته برضه شنو؟ مشرك. عشان كده ننزل فيك يا تو آيات المشركين. طيب رد ثالث، إن أخواننا من عبد غير الله سمي هذا المعبود لا وثن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى أنت برضو عابد شنو؟ الصالحين، عابد الأوثان، عابد الأوثان. طيب لأن يا أخواننا شنو النازل ما دايرين انك تنزل عليهم شنو؟ آيات المشركين. طيب أنا أنزل عليك يا تو آيات ما لابد عاملك بالقرآن والسنة. ربنا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. بعد ذلك بنجي لمرحلة ثانية، إنه نحن لو في آيات تذم المشركين أكثر من الآيات
التي نزلت في المشركين الأوائل اللي أنزلناها فيه. ليه؟ لأن المشركين أول حاجة كان بيعبدوا صالحين أو حجارة لا توصف بصلاح أو فساد، ومنهم من كان يعبد الأولياء والأنبياء ولا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون مع الله. أما اليوم فيعتقد أن هؤلاء يخلقون مع الله ويرزقون مع الله وينزلون الأمطار. أيهم أسوأ حالا؟ الآخرين، مش اليوم. فلو في آيات بتذم المشركين أكثر من الآيات نزلت في المشركين كان نزلناها فيك. الدليل شنو؟ دي الكتب بتاعتك، دي الكتب، ده كتاب عبد الرحيم وقع الله البرعي رقم الإداع 96/147 الأصباط للإنتاج الإعلامي والنشر، وفيها هوت ميل كمان وإيميل وهواتف 123 55 152 و 182 41 3 5، شرك بأرقام مميزة. طيب، وده أسوأ من بتاع أبو جهل ذاته في قصيدة اسمها يا نفسي أمرحي. شوف من عنوان القصيدة ده بيوحي لك شنو؟ إنه ما دام الأولياء ديل قاعدين يا نفسي أمرحي ساي بلد فاكة، مش عشان كده الطاغوت الهلك تاع السمانية قال شنو؟ قال السمانية دي شنو؟ ديل أهل الله أو حاجة زي دي. أي قال شنو الواقع؟ شنو الصاقد بنمرره؟ مش بالصاقد بنمرره. عشان كده هنا قال لك يا نفسي أمرحي سوي أي حاجة. عشان كده برضو الختم قال لك أفرح وغني تعمل أي حاجة. وشوف ذاته يا أخواننا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ دعوة السلف اللي بتأمر الناس بالانضباط، تأمر الناس بالأخلاق الفاضلة، ولا دعوة الصوفية اللي بتقول لك أفرح وغني؟ ما تاني يوم بشيل لي بنجو ببقى تاجر بنجو. ليه؟ لأنه الشيخ قاعد أفرح وغني ويا نفسي أمرحي، عداك في الشيخ ترجع له. فهنا قال يا نفسي أمرحي لطيب أمرحي، قال هو سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير، ده الصفحة 39. عشان لأنه يا أخواننا في ناس كتار بيقول لك يا أخي أنتم ما بتفهموا اللغة العربية الموجودة في هذه الكتب. طيب هم برام شرحوها يا ناس، دول نشر كتاب قال يا نفسي أمرحي، أزول ده نفسه مرحانة ونحن قبضناه في الشارع قلنا لا ما تمرحي ساي، في كتاب وسنة، فهمت؟ تتقيد بالكتاب والسنة. وقال الكتاب بيدخل الجنة كويس. وهنا قال برضو أنتجته شنو كده أفكار السقيمة وما أعرف ليك شنو كده، وأي زول شاف حاجة يمدنا بيها وكده. هذا ده كلامه هنا، عرفته؟ المهم ده كلامه هنا البرعي، انه لو لقيت فيه خطا في الكتاب تقوم تصححه. انت الناس زعلانه ليه؟ ويجيك واحد يقول لك لا ده ما يسلوك، يا اخي انا ذكرت كلامه، يا ناس نعمل للناس دي شنو ثاني؟ طيب قال لا، قال والولايه الكبرى والخاتمه بالايمان. قال صاحب حزب الامان من شر محن الزمان، قال حزب الامان من الاحزاب التي الفها الشيخ احمد الطيب، وحزب جليل وله فوائد عظيمة. ونحن حزب زي ده ما دارينه. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن ما دارين حزب، أو يقوم يجيب لنا الدليل من الكتاب والسنة على حزب الأماء. قال لك من شر محن الزمان، لو جات محن في الزمان. طيب يا اسماعيل الولي ما قبته وقعت، وانت هنا قلت نادي اسماعيل الولي، الحزب ده ما كان حافظه ولا شنو؟ القبه دي وقعت ليه؟ كويس. قال وكرامات الواضحه كالشمس يا وهمان. اها برضه نحن برانا اللي بننبس ده البريزات وقاعد ينبس الصفحه 39. قال كالشمس يا وهمان، قال فيضه كالبحر واسراره بالكيمان. الشيخ عنده اسرار شنو؟ كوم كويس. قال ناشر في عصره لطريقة السمان، ما لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال لك براه ناشر طريقة منه النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة السمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. قال أتبع ياته
قال طريقة السمان، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال مش بشر مريد بالفوز والضمان، إنه إذا بقيت من الأتباع بتاع السمانية خشيت معهم بتكون أنت شنو يعني فائز ومضمون لك السعادة. ربنا قال ومن يطع الله، طيب نصدق منه، نصدق ربنا سبحانه وتعالى أم هؤلاء؟ ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم من الفائزون. هنا قال لك بس تبقى مريد إلى أن قال والمنكر السجمان باء بالأسف ندمان، برضو نبز منه نبز البري وري برضو قاعد ينبس وانا انا برانا. طيب قال فهو الغوث الكبير، وده من الشرك بالله، لانه لا يغيثنا الا الله. ربنا قال اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين. قال يحضر مريد في النزع والجبال للحج يلقن باحسن التعبير، وله يؤانس في الوحده والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير، له فوح العبير به نال فضلا كبير. عرفته؟ فقال الشيخ بيؤانسك، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي يؤنس الإنسان الصالح هو شنو؟ والعمل الصالح. قال كرامات ما بتنعد كالبحر بل أزيد، يرويها جماعة لا خبر أحد وفرد. ولو جيت فتحت كتاب زهير الرياض بيقول لك عن الشمبلي عن تتى الفلاتي، دي الجماعة عشان تعرف أول حاجة إنه كذاب. نمرة اثنين نشوف الجماعة ديل جابوا شنو. قال منها رؤياه للمصطفى أحمد جهرا عيانا قولا صحيحا بأكد، إنه قال كرامات أحمد الطيب إنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما، والنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن قبضه الله إليه واختاره وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره حتى يلاقيه هذا الكذاب الأشر أحمد الطيب، إلى أن يقول قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد. لما تيجي تقول هذا قبر أحمد الطيب زي ما قال البرع في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، ومن يقول هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذب. قال ما بتتعذب بس تقول اسمه بس، يعني صار من موانع عذاب القبر شنو يا أخوانا؟ ذكر اسم أحمد الطيب البشير. ما هو دليله؟ دليله شنو؟ ما عنده أي دليل، نجر ناشف ولا أخضر ذاته، نجر ناشف ساجد كلام فارغ. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد، في الصفحة 42 الحاشية رقم 16. قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب. دي الجماعة دي المتواتر، انت البرع ما عارف المتواتر من الأحد، أسي نقول كده يقول انتو أسلوبكم ما ظريف، ما هو براو قال. طيب ما هو الراجل بيمسكوه من وين؟ من لسانه، ولا زولك ده ما راجل؟ فهمت؟ قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه صفحة 283 في زهير الرياض ست بنات، عشان كده نحن بننزل فيك آيات المشركين، فهمت؟ قال فشكى له يوما عدم الولد الذكر، شكى لمنه؟ شكى للشيخ. والزول يا اخواننا لما يشكي في هذا الأمر من الأمور لمخلوق لمخلوق اعتقد أن المخلوق يملك أن يعطيك الولد وأنه يخلق لك مع الله الولد، وهذا لم يقل به المشركون الأوائل فيما حكى القرآن. عشان كده احنا ننزل عليك يا توايات الآيات اللي نزلت في المشركين، ده أقل أحوالك وإن كنت أنت أسوأ حالا. قال بعد ذاك قلبه لولد ذكر، ده كله كلام يا اخواننا باطل وكله من الكذب والشرك بالله. الأذان جاء. الشبهة الثالثة أنهم يقولون أن الكفار يريدون منهم
يعني يريدون من الأصنام أن تنفعهم وأن تضرهم، هذا ما يقوله الضلال الذين يعبدون غير الله. وأنا أشهد، أي هذا المبطل يقول، وأنا أشهد أن الله هو النافع والضار، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. الرد على هذه الشبهة أيضا أن هذا هو كلام إخواننا منه المشركين، ربنا قال في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الشبهة هي نفس شبهة المشركين، وهذا الكلام هو الذي يقوله المشركون. طيب، المسألة الثانية: الصوفية الآن يشهدون أن الأولياء ينفعون ويضرون، زي ما قال البرعي: سيدي حسن أبكم، سيدي فوق الكون متحكم، سيدي كم أحيا متكمكم، سيدي كم نطق متبكم، أو كما قال في كتاب أعلام الطريق، وده كتاب الطريقة الختمية اسمه النور البراق. ولمن لا يعرف هذا الكتاب، كتاب النور البراق، أو في السودان هنا بيقول له البراق، يقول لك في المولد نحن بنقرأ البراق. البراق ده جوا قال لك تأليف ختمي أهل العرفان، آخر زول في أهل العرفان ده ما هو قال كده، قال ختمي أهل العرفان، يعني آخر زول شنو قفل معاه والباب بتاع أهل العرفان وجدع المفتاح. قال: سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني المكي رضي الله عنه ونفعنا به آمين، قال ده على حسب كلام مكتبة ومطبعة الفجر الجديد 44 شارع الكباري بمنشية ناصر الدراسة، تلفون 515-0535، موبايل 010-11-96-496. ده مصر مش ولا وين؟ هاي ثابت مش؟ تلفون ثابت كم؟ يا ناس ما انتم الكتب ان شاء الله اسحبوها ساجي، انتم تعصرتوا شكلكم. طيب، قال هذه القصيدة الشطحية، قال الخليفة أحمد بن إدريس رحمه الله على لسان أستاذي العارف بالله محمد الحسن المرغني رضي الله عنه، دير رضي الله عنه. وبعد ده يجيك أخو مسلم يقول لك الحاجات زادت والأسعار ارتفعت والطماطم غلت، أسمع زول ده بقول شيء كذا قعد تحت. قال: رضوانه الأكبر الذاتي ورحمته عليه منه بإبكار وآصالي، بأبكار وآصالي، الحمد لله وهو المنعم الوالي، ما ترجمت بعض حالي ألسن القالي. يعني قال أنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى وهو المنعم، قال: وبقدر ما حصل علي من الأحوال التي عبرت عن الأقوال بتاعتي، يعني أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه. النزيه دي معناها شنو؟ منزه، يعني مطهر، المطهر يعني النزيه، الشبيه، الشامخ العالي، الشامخ. ربنا قال: ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. وربنا قال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا جاء في سياق الذم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، وحتشوف الكذب ذاته. قال: السيد، والسيد هو الله سبحانه وتعالى، السيد الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند بيسند منه، وفي ظنه إنه بيسند من يستغيث به. الطود عن الراسخ الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي، لأنه أهللت عليهم كده، طلعت فجأة كده الملائكة سجدت لي. الإهلال معناه شنو؟ معناه البروز والظهور مش؟
قال أنا مما طلعت كده ملائكة الله سجدت لي. أنتوا رأي، أنا ما عارف البشرية دي رأي في الكلام ده شنو؟ الناس دي رأي في الكلام ده شنو؟ كلام ده أخوانا ده كتاب، ده موبايل منور، ده وضع صامت في شاحن هنا، ده موبايل حق، ده كتاب حق الختمية، ده كلامهم هم، عرفتها؟ وبيعوا لك في المركز العام بتاع الختمية هنا، ويجيك واحد يقول لك زي ما قال عصام أحمد البشير، نحن لا نريدها صوفية تشطح ولا سلفية تنطح. يا تنطح يا الزول ده والله بس داير له كلام شنو؟ هذا سجع الكهان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبس به الحق بالباطل. زين احنا نطحناه قلنا كلامه ده يا اخواننا باطل. هل لما نجيب الآية ونتنازع ونرد الباطل بالآية والحديث هل يسمى نطح أو تناطح أو أنه يسمى رد إلى الله ورسول وبيان حق؟ ها؟ ده اسمه بيان حق يا أخي، هذا اسمه تفصيل للآيات حتى يستبين الإنسان سبيل هؤلاء المجرمين. وإلا نلزم هذا المدعو عصام البشير، نلزمه أنه يسمي كلام الله ينطح. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ها رأيك شنو يا عصام في الآية دي؟ يا عصومي رأيك شنو في الآية دي؟ ونحن لا نريدها إخوانية تبطح، برضو بنبطح معاك الحادي، برضو بنجر عليك. هذا كلام فارغ ساي. في آية وحديث، في منهج صح نقول صح، في منهج باطل نقول باطل. طيب قال ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي. وده يا أخواننا يسمى بالرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بما أنا أخوف، بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال، الشرك الخفي أو قال الأصغر. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. قال ما زلت، وما زال هذه من أفعال شنو؟ الاستمرار. ما زلت أرتع في ميداني طاعته، أنا شوالي شغال أرتع، يعني شنو ذاته ما واقف، زي البهيمة لما تلقى شنو المرعى أخضر تقوم ترتع مش؟ قال ما زلت أرتع، يعني زول ذاته عبادته كثيرة، وهذا يسمى بالإدلال على الله سبحانه وتعالى. البني آدم بيسموا عليه من تمتن على الإنسان، تقول لي يا فلان أنا ما اديتك قروش، أنا ما فعلت لك كذا وكذا، يسمى بالمن. أما على الله يسمى بالإدلال كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. المهم فدبي بيقول ما زلت أرتع في ميدان طاعته، عشان تعرف إنه ما أولي، وذكري أبدا في كل أحوالي. وابن عمر رضي الله عنهما فيما روي عنه أنه قال لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. كويس، أنت تجي تتفاخر. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة وهو يقوم الليل تقول له وقد تورمت قدماه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. كلام عجيب. قال مراقبا ذاته في كل مرتقب، يعني أنا في أي عمل، مش عمل كثير ساي، كمان عمل مراقب فيه ربنا، حتى ظفرت بما راغبت في بالي. ومما قال الكلام ده هو ما مراقب الله كذاب، من كلمته دي؟ لأنه زول المراقب الله بيخاف إنه الناس يطلعوا على جنو على أعماله. قال فكنت عين وجود القدس في أزل، لكن هو داري صليك ليدي. قال أنا عبدت الله لغاية ما بقيت كنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء أي وما من شيء إلا ويسبح بحمده، وإن من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. عشان كده هنا المعلق على الكتاب عمل حاشية تحت واحد، فكنت دي
قال القصيدة فيها كلام لا يحتمل باعتباره صادرا عن لسان الشيخ. يا كلام قال لك ما بينقدر، ما بتقدر يا خنجر، ما بتقدر يا لزيري، ما بتقدر يا بتاع عبد الرحمن داك اللامين التشيكسي، ما بتقدر يا داك بتاع لزيرقاب، ما بتقدر. والكتب ذاته قال لك الشغل ده ما بتقدر عليه، فهمت؟ قال فكنت يعني بقى الله عديل، فكنت عين وجود القدس في أزلي، والأزلي الموجود أهل بشبه الله منو ولك ديل وهابية بشبه الله، هذا كيف طرائق في زول دجن. فكنت عين وجود القدس، يعني الله ذاته بعينه، فهمت؟ قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي، من العرش إلى الفرش، من الواطة للعرش فوق كلهم مستهلكون. فكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي. يا أخوانا رأيكم شنو؟ ربنا قال قل إن الفضل بيد الختم بيد الله، النازل ما بخاف والله. انتوا رأيكم شنو يا إعلاميين؟ رأيكم شنو؟ نحن متشددين؟ الزول ده رأيكم فيه شنو؟ قال ربنا أداكم الجريدة، أنت مش إعلامي في جريدة؟ ودعوتنا دي غايزاك كويس؟ ده قال لك كون ذات ربنا أداك الجريدة دي من من بتاع الختمية، ده من منه بتاع الختمية. وأي نعمة في الكون وأي فضل ربنا أداه للعباد إنما هو من فضل هذا الطاغوت الذي لا يملك شيئا الذي يأكله الدود. والكلام ده ما قالوا المشركين، موضوعنا بتاع المحاضرة، ما قالوا المشركين. المشركين قالوا في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. الشريك ده ذاته تملكه وما ملك، يعني المشركين ذاتهم الكلام بتاع الجماعة ده ما حصلوا، ما حصلوا. قالوا الشريك ده داير انه يقربنا لله، لكن الشريك والفي ملك الشريك كلهم يا ربنا ده الحق انك تملكه وما ملك، كلهم حق انك. وده جا بيجي يقول لك فالفرش فالعرش والفرش والاكوان اجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي، انا انزل فيك شنو واخلي شنو ذاته. طيب قال فكل فضل سما في الكون مرتفعا فانما هو من مني وافضالي، وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي، عبارة عن جزء بس من عرق، رشحي بس حاجة صغيرة، رشحي بس. مش الزير لما يتملي ويندي ببرة ها يكون في موية مندية، مش ده رشحي بيقول له صح؟ ده قال لك العلم بتاعهم هم بتاع الكفر ده، العند البرعي والعند التجاني والعند القادري والعند الكزنزاني وعين شيخ اللمين والتكسي بتاعينه، كلهم ده بس حاجة رشحت بس، حاجة كده بس مرقت مع الجكة، ده بس حاجة بسيطة. قال وكل غوث به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس الغالي، يعني دي أنا أديت له حاجة كده يعني أكرمت بها. وكل فرد على في الله مشهده وهبته شعرة من نور تمثالي، كل شعرة بسيطة ما بتسوي لي حاجة. قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي، أنا الوجود الذي قام الوجود به، ها أنا الكون كله وأنا القام به والكون، يعني هم نو دي عقيدة وحدة الوجود ذاته. أنا الصراط القويم، أنت الصراط كيف يعني؟ أنت الصلاة؟ أنت الصوم؟ إخواننا الكلام ده ذاتي اللي مو كيف شارب شنو الزول. طيب قال أنا الصراط القويم المعطى مني كلا الوجهين حقهما من غير إخلال، وإني المثل الأعلى المقدس عن شبه وشكل وأنظار وأمثال، ما فضل إلا أن ينزل صورة قل هو الله أحد في نفسي، ولا شنو يا إخوان؟ المنزه عن شبه وشكل وأنظار وأمثال هو من؟ والله. أها رأيكم شنو يا صوفية؟ المشبهة منه والمجسم منه واللي ادعوا انهم ما عندهم شبيه ولا مثيل منه انتم.
طيب انتم متوا ليه؟ صوفيا ديل ماتوا ليه؟ واحد مات كلهم بيموتوا برا السودان. فهمت؟ ان شاء الله اللي زيرك ما يجي راجع. فهمت؟ امين. بيمرقوا كده والمساكين اللي بيجاي ديل بيدوهم البخرات. يا ناس ما تشيلوا من بخراتكم دي؟ بخراتكم دي بتشتغل بتين، واحد يموت في تركيا، واحد يموت في بريطانيا، واحد يموت في مصر. البرعي مات في الاردن مش ولا وين؟ واحد يموت وين؟ زي ما قال ذاك، والله الموت عندكم، انتم ما تموتوا معانا هنا ده؟ كويس؟ يا ناس انت مت ليه وقت لا عندك شبيه ولا عندك مثيل؟ يا اخي ربنا قال قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده ولد ولا ما ولد؟ ده ولده ولا ما ولده؟ يا اخي كيف تكون انت ما عندك شبيه ولا عندك نظير ولا عندك مثيل؟ كيف؟ طيب فده كلام كفر، ننزل فيك شنو ذاته ونخلي شنو؟ طيب قال ولي وراء الورى قدر ومرتبة علياء ما خطرت يوما على بالي. أنا قال عندي مكانة ذاته ما بتخطر على البال، العلم في جنبها جهل ومغلطة. لا إله إلا الله. قال ذاته العلم ذاته، لو دار تعرف المرتبة دي، العلم ذاته جنبها جهل ومغالطة ذاته. وكل شيء لديها هالك الحال. فهمت؟ وجدتها بعين العين ذاتي لي من حيث لا حيث في آزار آزاري. يعني دار يقول لك انه انا الله ذاته. فكنت احمده المحمود في ازل كذا محمده بدر الهدى التالي. لذاك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي واهل الفضل اطفالي. فاستفتحوا بي باب قبلكم، ودي الشفاعة اللي قالوها الجماعة دي، فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم. ده ما يفتري على الله الكذب. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما بنستفتح بيك باب الله، وإذا استفتحنا بيك باب ربنا نحن بنطلع كفار ومشركين، بنمرق بر الدين. ولو جاز الاستفتاح بغير الله، لو جاز احنا ما بنستفتح بيك، انت مشوف لنا زول صالح، انت قلت انا الله استفتح بيك كيف؟ يا دوب ربنا نستفتح الله المطر، ربنا حينزل فينا صاقعه لو قدمناك قدام، ولا انخسفت بين الارض. ربنا قال فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما ظلمناهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الأولياء بتاعنا الصوفية دي مملكة خرافية، أوتاد وأقطاب ونقبة ونجبة، مملكة خرافية وهمية، ما بتسووا حاجة، ما عندكم حاجة. ولذلك الكلام يطول يا اخوان، لغايه ما جاء قال فمن تمسك بي، قال او حل في حرمي نال المرام بلا ريب واشكال. تمسك في الشيخ بتلقى شنو؟ بتلقى حاجتك. كل ختميه ديل هسه الحكم لقوا، الحكم لقوا، تنزل انتخابات ليه؟ وقت اللي بتمسك ببتاع الختميه بيلقى المرام بلا ريب واشكال. مش رشحت واحد رئيس جمهوريه؟ هسه الان هو رئيس لجنه شعبيه، رئيس مجلس اباء في مدرسه، ها الان هو عنده الرتبه دي؟ هل هو رئيس لجنه روضه دار الحنان النموذجيه؟ ما عندك حاجه. شوف ذاته ربنا اخزاهم كيف، لغايه ما قال انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. ودي تناقش بها، ده موضوع ثاني، لكن دي تناقش بها الكلمه دي. لو جاك واحد صوفي قال لك الغيب نسبي وما نسبي وغيب مطلق، قول له هذا كيف ده؟ قال انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي. وهذا كله من الكذب والباطل. نحن ما نحبس الناس، نصلي ونواصل ان شاء الله. وقفنا عند شبهتهم حيث يقولون ان الكفار يريدون من هؤلاء وأنا لا أريد منهم
وأشهد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولكن أرجو شفاعته. قلنا أن الرد الأول أن هذا هو ما يريده أيضا المشركون، قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب، وحنجي لمسألة الشفاعة في المسألة التي تليها. طيب، بينا أنه الرد عليهم من هذه الأوجه. طيب، يقول لك: يقولون أنهم لا يعبدون إلا الله، والالتجاء للصالحين ودعاؤهم ليس عبادة، ليس عبادة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فأنت تقول له: هل فرض الله عليك، تسأل أسئلة وهي أسئلة تقريرية، هل فرض الله عليك إخلاص العبادة لله عز وجل وحده فلا بد أن يقول، وهل هذا هو حق الله عليك فلا بد أن يقول ماذا؟ أن يقول نعم. طيب، هل الدعاء والنذر والذبح عبادة؟ وهل إذا قلت اللهم أعطني كذا وكذا أو يا الله أعطني كذا وكذا هل عبدت الله؟ نعم. طيب، لو قلت يا فلان أعطني كذا وكذا هل عبدت فلان؟ ها؟ إما يقول نعم وكذا شنو؟ موضوع انتهى، أو يقول لا، يقول لا أنا ما عبدته. خلاص. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. والآية التي قرأ بها الإمام في صلاة المغرب من سورة الأنعام: قل إني نهيت أن أعبد الذين جنوا تدعون من دون الله. يبقى الدعاء هو جنوا، هو عبادة، والعبادة هي دعاء. يعني إذا عبد الإنسان، عشان كده العلماء قالوا دعاء العبادة يتضمن المسألة، ودعاء المسألة عبادة. الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة شنو؟ يعني طلب، يا الله أشفيني، يا الله نجحني، يا الله خلصني من كذا وكذا، هذا دعاء شنو؟ مسألة. وإذا صليت لله فأنت ترجو من الله أن يدخلك الجنة، فعبادتك دي تعتبر شنو؟ أيضا دعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فإذا عبد الإنسان ربه ماذا يريد من العبادة؟ عبادة دار منها شنو؟ ها؟ دار منها الجنة. يعني هو بعبادته لله دعا الله، والذي يسأل الله فهذا شنو؟ عبد الله. يعني أنا دار أقول لك العبادة والدعاء واحد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء وشنو؟ والعبادة. وإن كانت العبادة تشمل الدعاء وغير الدعاء، لكن من دعا الله فقد عبد الله، ومن سأل الله فقد عبد الله، ومن صلى وصام وحج وجاهد في سبيل الله فقد دعا الله، لأنه يريد بهذه الأعمال الصالحة ماذا؟ الجنة. لأنه ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، مش وابتغوا إليه الوسيلة أي وتقربوا إليه بالطاعات، تقربوا إليه بالطاعات. لما أنا أجي أصلي الصلوات الخمسة في الجماعة أنا ابتغيت الوسيلة، لما أنا أصوم رمضان أكون ابتغيت الوسيلة،
لما أصوم عاشوراء أكون ابتغيت الوسيلة، أي طلبت أن تكون هذه الأعمال سبباً لقربي من الله أو لتقربني من الله عز وجل. ولذلك الدعاء هو شنو يا أخوانا؟ هو العبادة. طيب، فلما يقول لك إنه لا يعبد إلا الله وأن الالتجاء للصالحين ودعاهم ليس عبادة، فتسأل هذه الأسئلة، تقول له ربنا قال لك أخلص الدين له، وهل دحق ربنا عليك؟ لابد أن يقول أن الله أمرني بإخلاص الدين له، وإلا قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وربنا قال ألا لله الدين الخالص. فإذا ربنا أمرك بشيء، ما هو الشيء الذي أمرك به؟ أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. فإذا دعوت غير الله هل أخلصت لله؟ ما أخلصت لله. طيب، فكانوا يقولون إذا جاوب عليهم الشيخ رحمه الله على تلك الشبهات، يقولون هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرؤون منها؟ داري لصق فيك تهمة تانية، أنك منكر تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تتبرأ منها. أولا تقول الرد الأول أنني لا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شافع مشفع، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما صححه العلامة الألباني رحمه الله، وأنا لا أتبرأ من الشفاعة، يعني أنا ما دار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ألا أطلبها؟ أنا أطلبها. طيب، لكن لابد أن تعلم أن الشفاعة كلها لله، أن الشفاعة كلها لله، ربنا سبحانه وتعالى قال قل لله الشفاعة جميعا، وأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، ما ربنا قال الشفاعة دي حقتي براي، قل لله الشفاعة جميعا، والربنا أمر يقول الشفاعة لله جميعا، هو من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، قل لله الشفاعة جميعا. طيب، إذا كانت الشفاعة كلها لله، كيف تنال هذه الشفاعة؟ تنالها بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله، يعني ذات ربنا يأذن إنه تحصل الشفاعة، إنه إنسان يشفع لإنسان، أو ملك أو نبي يشفع لإنسان، أول حاجة ربنا يأذن في الشفاعة، لأنه لو في ناس أو في مخلوقين يشفعون من غير إذن الله لكان هذا نقصا في حق الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، هذا فيه نسبة الضعف والنقص لله سبحانه وتعالى. لما أنا أجي أقول لك يا فلان تعال، تلقى الناس قاعدين جلسة مغلقة، مش يقول لك نحن عندنا موضوع بتاع دم ودية وموضوع زي ده، وقاعدين الناس الله البراهم ما دارين زول يجي خاشي علينا، لما انت تجي تخش تقول يا ناس والله انا استحلفتكم بالله تقعدوني معاكم، في ناس بيحلفوا حرم وناس طلق وناس كلام كثير، المهم بيجي خاشي في النص، كويس الحلف بغير الله شرك، في ناس بيجوا خاشين في النص يقول لك اقفل الباب، والله اما فلان ده بنعرفه لنا 30 سنه اما كان دخلناه هنا، المخلوق لانه شنو يا اخوانا؟ ناقص. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا ماذن في الشفاعة، في مخلوق بيشفع لمخلوق؟ لا بيشفع. عشان كده في حديث الشفاعة الطويل، وهذا من كمال ملك الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود والشفاعة الكبرى لا يشفع حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فحين ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، عشان كده ربنا قال قل لله الشفاعة جميعا، لله هذه للملك والاختصاص، اللام للملك والاختصاص، قل لله الشفاعة جميعا، عشان كده ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما
من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما ربنا يأذن تبعد ذاك ممكن تحصل الشفاعة. بعد تاني في شروط تقايل ساكت ها؟ أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له. يقول لك والله نحن أبونا الشيخ والله بيكون لنا قاعد قدام هناك. هناك وين يا زول؟ هناك دي وين انت قايلها؟ هناك ديك الآخرة، الآخرة دي حقت ربنا سبحانه وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي حاجة شفاعة غير شفاعة، صديق حميم ماف كله ماف. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فما بتشفع ساكت، ما بتشفع ساكت. ولذلك يعني أول حاجة ربنا يرضى في منه؟ في الشافع، في الشافع. عشان كده النيل أبو قرون اللي بيقول يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش وتنظم، يعني بيشفع لجماعته. وزي ما جاء في كتاب تاع سراج السالكين إنه لكل شيخ طبل يوم القيامة. ده مش كان دار يشفع ساكت، ده كمان زي بالعشوائية بتاعتنا نحن، العشوائية الحاصلة عندنا دي. يقول لك الله أنا سأغسل يدينكم ما راح أقعد، أي سبعة يقعدوا بس، أنت قايل صيوانه؟ الشغلة دي ما كده يا زول. الشغلة دي ما بتتكلم ساكت يوم القيامة. وما في زول بيأذن ساكت. بعدين أبوك الشيخ ده ما بيشفع. يتأكد تماما، أبوك الشيخ ده لو مات على عقيدته دي وعلى الباطل بتاعه ده، ده ما بيشفع. ولا تنفع شفاعة الشافعين له. الشافعين ذاته لو دارين يشفعوا له ربنا ما بشفعهم فيه. ربنا قال فليس له اليوم هاهنا حميم، ما عنده ثاني شفاعة. فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، عرفت؟ فأول مسألة إنه ربنا سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة، لأنه الخلق كلهم شنو؟ ساكتين. ربنا قال يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ربنا قال وترى كل أمة جاثية. الأمم والناس والخلائق والأنبياء كلهم ودعاء النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. وكل الأنبياء يقولون نفسي نفسي. انت داير زولك ده يسوق الناس بالكوتة كمان زي الكيمان اللي قال لنا زول الجبل ده. قال كراماته بالكيمان. ايوه احمد ايوه ايوه ما هو قال بيضمن يعني انه قال الزول البريدهم دنيا واخرى امن. ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن إبراهيم جادلهم عليه السلام قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. ما هو ما يدعى إن كنتم تعلمون، لو صحيح عندكم علم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، مش السماني له الأمن في الدنيا والآخرة. طيب فأول حاجة ربنا يشفع عن شنو يا أخواننا؟ الزول اللي بيشفع سواء كان شهيد سواء كان نبي سواء كان ملك سواء كان المؤمنون عن بعضهم البعض، أول حاجة ربنا يرضى عن الذي يشفع. ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع له. الزول اللي بيشفع له ذاته المورط الذي ينتظر الشفاعة، ذات ربنا كما رضى عنه ما شنو؟ ما بيشفع. بعد ذاك ربنا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. بالآية دي مشرك شفاع عليك ماف، لأنه ربنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وربنا يرضى عن منه؟ قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا اداه الشفاعة، ربنا قال لك
لو داير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا صح في حديث أبي هريرة في البخاري، قال: فإنها نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا هذا في السلسلة صحيحة، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعند البخاري فإنها نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ففي الحالتين الذي يريد هذه الشفاعة عليه أن يوحد الله وألا يدعو الله وألا يدعو غير الله سبحانه وتعالى. يقول لك يا أخ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اداه الشفاعة وأنا أطلب ما أعطاه الله. الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله ولمن رضي الله عنه. الزول ربنا بيرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عليه. جواب ثالث، هو بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اداه الشفاعه وانا اطلب مما اعطاه الله. شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال له برضه الاولياء والصالحين والملائكه ربنا اداهم الشفاعه، فهل انت برضه حتقول انا بطلب منهم الشفاعه؟ لو قلت اي بطلب منهم الشفاعه معناها رجعت لعباده الصالحين، ولو قلت ما بطلب منهم الشفاعه معناها شنو؟ معناها شبهتك انتهت. ولذلك هم يحاربون الشيخ محمد رحمه الله، شيخ محمد بن عبد لما اتاه الله من الفهم العظيم لكتاب الله ولدين الله سبحانه وتعالى. أن يقول من الشبهات، شبهة سابعة، أن يقول أن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. الجواب ما معنى عبادة الأصنام؟ تسألوا عبادة الأصنام دي معناها شنو؟ هل بتعتقد إنهم بيعتقدوا إنه الأصنام دي بتنفعهم؟ يعني يا لا تنزل لنا مطرة يا العزة نزل لنا مطرة، هل دي عبادة الأصنام؟ ولا عبادة الأصنام إنه يا الأصنام عبارة عن صور للصالحين وبتقربهم لله. المعنى يا أخي أخوان، المعنى الثاني أنها صور للصالحين يزعمون أنها تقربهم إلى الله. وليس معنى عبادة الأصنام إنهم شنو يا أخوانا؟ بيعتقدوا إنه الأصنام دي بتنفعهم وبتضرهم وبترزقهم وبتديهم الولد، زي ما حاصل اليوم في كتب الصوفية في كل بلد، في كل بلد كم أدى ولد أولاد الصينيين ديل أدوهم لهم البرعي ولا الكبا ولا الكباشي ده، في كل بلد قال كم أدى ولد، قال كم حل عقد كباشي، حل لنا العقدة بتاعت بورما، حل علينا ها، حل العقدة بتاعت اليمن دي، خلص المسلمين من الشيعة لو بتقدر، حل من الإسرائيليين المحتلين المسجد الأقصى، كم حل عقد قال، وهذا للتكثير، كم هنا للتكثير، يعني كثير جدا لا تحصى ذاته. قال لك الشرك ده كثير كيف؟ شرك كثير ها، كله ادعاء، عرفته؟ فهم ما كانوا بيعتقدوا انها بتخلق وترزق مع الله زي ما بيعملوا الصوفيه الليله، الصوفيه الليله ذاتهم ما محتاجين لدليل. مشينا قبل فتره في حلفه جديده، صوفي اسمه هاي تابع للطريقه الختميه، بيأصل لانه غير الله بيخلق وبيدي الولد بيدي الجنه، ما دار لا استدلال ذاته انه الصوفيه بيعتقدوا العقائد، تلقى عقائد موجوده في غيره، زي ما ذاك قال راجل الصالحين يدوا البنزيمه، تلقى الراجل الصالحين يدوا البنزيمه معناه شنو؟ معناه داير منهم المدد يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى. ها طياره يطير مع الطائرين، وده قال يا حسن بجلابيه تمساح دخل الشايقيه، عمل له قصيده نادى فيها 100 ولي ولا 99 ولي، قال عشان التمساح خش الشايقيه. يا اخي انت بتسيل الشايقيه مالك؟ ها سي اخونا ابو عزام ده جزاه الله خير، لو اديته مسكون التمساح ده بيجيه لك كويس. قال نده الجماعه كلهم الشايقيه، ده بقى كلام الصوفيه كده، انه الشايقيه غلبهم التمساح لغايه ما دعوا غير الله واشركوا بالله. بعدها قال اي ولي من القبر بتاعه فكاهم، نادى بتاعنا العلفون ونادى بتاعنا ابو حراز
ونادى بتاعين الأبيض ونادى بتاعين وين وبتاعين وين، أي واحد قال فكه من النشاب بتاعه سهم جاء طعن التمساح. الناس ده شنو ده يعني؟ ذاته شرك وخيابة. أنت ترجعه لغاية ما في كليك من قبره، وقبره ده إدارة العمليات، قبره ده قبر الشيخ ده. يا ناس ذاته والله كلام، يا ناس نحن حصلنا محلة زي دي، محلة زي دي، وذاك يقول لك تنطح، ويجي عبد الحي يقول لك ظهرت فئتين متشددين وعامل فوقه هو الود الوسط. انت رايك شنو في النازل؟ النازل خليه امشي، مش انت وعبد الحي يوسف هو باشي لهم، ماشي له بتاع ود الابيض. القال ده جاء من جده للسودان بالفرقه بتاعته بالمصاير يركب بها البحر، ما لقاك قرش، قرش ما لقاك. يا ناس الفرقه دي بتركب في البحر وفيها جواز ولا ما فيها وفيها تأشيرة؟ يا أخو الله، أخواننا كذب، الكذب ذاته ما قدر ده. الصوفية أكذب الناس، عشان كده الإمام مالك قال لك لما قال جابوا له عمايل الصوفية ضحك واحد قال له والله إحنا قعدنا مع الإمام مالك ده قريب الكم و 30 سنة ما شفناه ضحك إلا الليلة. الصوفية ضحكوا الإمام مالك. يا أخي الإمام مالك ضحك، الناس زعلانة مننا ليه؟ هاي بيقول لك مالكية. يا ناس ده شغل شنو ده؟ عبد الحي يوسف بيمشي يبرك ليدير، يبرك للجماعة دل. قال جا طاير بالفرقة بتاعته لغاية ما حصل وضل وبيض. انت فرقتك دي اصله بيقى شنو؟ ما تجيبوا لنا 14 واحدة بدل سودانير ولا بدل بتاع دي، خليه يشتغلوا لنا خطوط جوية صوفية تنقل الناس امتى وبقوها مجانية صوفية. يا ناس ده كذب، وده قال الاسلام المعتدل. جاي زول الكبير داك منفوخ زي بالط القطن داري يقول لك وقد جلسنا مع الكنائس ومع ما اعرف ليك مجلس الشيوخ وما اعرف ليك مين الصف الاول وبتاع وفي 20 وما شهرين وما اعرف شنو. يا زلمه انت موهوم، انت موهوم يا اخي. عليك الله الصوفيه بتاعتك ديل بيسووا حاجه كويس، وده عبد الحي يوسف يجي داري يساوينا نحن، يخطنا في درجه واحده، يساوي بين الحق والباطل. يا على الاقل يا عبد الحي يوسف يا مبتدع، على الاقل اشتغل معانا بمنهج الموازنات الباطل حقك ده. قول هؤلاء الشباب شديدين، هؤلاء الشباب حارين وكذا، الا انهم كان لهم باع مثلا كذا في الكلام في الصوفيه. قول الكلام ده، ما عندك موازنات ما في الميزان بتاعك ده بتدسه لما احنا نجي ليه؟ فهمت؟ لكن اخواننا ده المنهج الاخواني، ده المنهج الاخواني الحق بتاع الاخوان، يعني المنهج الاصيل بتاع الاخوان، انك تبقى انسان متلون وانك تحقد على اهل الحق وتحقد على اهل التوحيد وتحارب وتعادي هذا التوحيد. لانه شيخ حسن البنا واخر حاجه ظهر في المقطع، ما شفت عبد الحي يوسف في المظاهره بتاعت الاخوان المسلمين، كان واحد بيتكلم وواقف ورا شعار كويس، بقى يتكلم ويكورك وظهر على المنهج بتاعه، منهج الاخوان، جماعه الاخوان المسلمين التي صارت جماعه منبوذه في جميع العالم، منهج قائم على التصوف، ويمشي الحضارات وعبد الحي يوسف قاعد في ال ال القصائد بتاعت ود الابيض، وفي النهايه شال معهم الفاتحه. ما اخو مسلم بيشيل معهم اي شيء والله، اي حاجه يشيله، فهمت؟ اي حاجه بشيل، وقال جينا نشيل منك العلم، انت زول مستهبل محتال، فهمت؟ دي الناس مضلين وناس مجرمين. واصل للكلام ده في كتابه بتاع الدكتوراه، قال فاقول ان الاصل هو الاستبداد السياسي وما عداه هو فرع ونتيجة، والأصل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يجعل مع الله الآلهة الأخرى، هذا هو الأصل، وهذا الذي بسببه الفساد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، قال لا يأتيكما نبي كريم داعية. عشان كده دعاة التوحيد دائما بيكلموك بالقرآن وقصص الأنبياء، ديل أول دعاة للتوحيد الأنبياء. الأنبياء أي فرصة للتوحيد فوالي بيبينوا فيها الحق، فهمت؟ لأنه بيجيك واحد الأخ المسلم بيكون قاعد لك ما لقى أي فرقة، بس مما تذكر الباطل وترد عليه ويقول لك شايف خرم، لا ما خرم، ده منهج نبوي. نبي الله يوسف عليه السلام لما سألوه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ما قال زي ما ذاك قال وكل علم لدني حوته علوم العارفين فرشح فاض من حال، لا، قال ذلك مما علمني ربي،
شوف الكلام ده كيف ربطهم بربنا سبحانه وتعالى. قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. يقول لك قد يجيب لك شبهة، يقول لك شايف هنا ما قال آبائي، لكن آباؤه منه؟ آباؤه لعقوبابي ولا آباؤه ود البيض ولا آباؤه السمانية؟ أنت قايل آباؤه منه؟ ديل من خيرة الآباء عليهم الصلاة والسلام. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف بعد اشتغل لهم بالتوحيد، بعد قال لهم يا صاحبي سجني، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أداهم التوحيد لأنه بخاف عليهم، لأنه نبي ما غشاش، ما زي عبد الحي يوسف غشاش عليك الله. أنت بتخجل، أنت شايف الناس مورطين، وعبد الحي عارف والله حافظ الموضوع ده حفظ أكثر منك. أزول لما أشوفه كده عارف الشغلة دي، عارف إنه الشرك ده بودي جهنم، وإنه لو أشركت بالله ربنا بيحبط جميع عملك وما بيغفر لك. والكلام ده سمعه بدري، وقد يكون لاقى علماء ذات إحنا ما لاقيناهم. قال الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، المدينة النبوية، فهمت؟ لكن بيكتم الحق، يكتم الحق، وهو قايل الدنيا دي، الدنيا دي قايلة دايما له. ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وزول مستهبل، أنا سمعت له مقطع واحد سألوا وسجل الكلام في موبايل، قام قال له العماد دي ظهروا شباب ناس فلان وفلان، وقال له بيطعنوا في العلماء وكذا، وداك قال له انا عندي لك سؤال يا شيخ. قال له سل عشان تعرف انه اهل البدع ديل بالمناسبه عندهم بلاغه، ما تتغشى. قال لك يا اخي والله الزول ده خطر يا ما اصلا خطر. ده قال له ما خطر، وكان ما خطر كان بقى مبتدئ، ما كان جاك كافر عديل، لكن هو خطر زول مجرم كبير، فهمت؟ قام قال له الجماعة دين، قال هؤلاء في كل مكان يوجدون وما يتركوا أحد، إلى آخر ما قال. قال له طيب بتعرف جماعة الإخوان المسلمين؟ لا أعرف جماعة بهذا الاسم. الواد ده يبكي كمان، زول مستهبل ما بتعرفها كيف؟ وطيب الخلفية الوراق دي كانت حقت منو ديل؟ ها؟ ديل كانت حقت منو دي؟ الورق دي عشان تعرفوا. شوفوا يا إخواننا اللف والدوران والكذب والتلبيس على المسلمين وكتمان الحق ياخذ كله من خصال اليهود. انت ليه تخلي شغلتك زي شغلت اليهود؟ ده خصال اليهود والمنافقين انهم يكتموا الحق. ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. شوف الكلام ده شديد كيف، هو عارف الحق وبعد ده شنو؟ يكتم الحق. فاول حاجه تبين له ما معنى عباده الاصنام، وانهم كانوا يعتقدون انها لا تنفع ولا تضر، وإنما هي صور لصالحين يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أقر بذلك قل له إذن فعبادتك للصالحين كعبادة هؤلاء للأصنام. طيب وإن لم يقر أذكر له، فأنت تذكر له الأدلة. طيب في رد ثاني الشيخ قال، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل الشرك مخصوص فقط بعبادة الأصنام وأن دعاء الصالحين لا يدخل في الشرك؟ ده سؤال برضو توجه له. هل الشرك بس على دعاء وعبادة الأصنام فقط؟ بعدين كده قبل ما نجي لدي، احنا عندنا في السودان أصنام ولا ما عندنا؟ في ناس عبدوا شجر ولا ما في السودان ده؟ في ولا ما في؟ في ناس مشوا لشجر قالوا الشجرة، الشجرة الفلانية دي فيها بركة، في أم درمان مرقت قبل سنوات، في ولا ما في؟ وفي آبار ناس عبدوا بير، عبدوا بير، في ولا ما في؟ قالوا طلعت مويه والمويه فيها بركه وعندها خصائص، وان من خصائصها ان من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها ابدا. هذه اعتقد انها بتنفع وتضر ولا ما اعتقد؟ الكلام ده حاصل وين يا اخوان؟ حاصل في السودان. وما حصل الفيديوهات الموجوده المنتشره الان، ناس بتبركوا بسروال احمد البدوي في مصر، ما في؟ ما في؟ هذا شنو؟
داك بيعبد حجر وده بيعبد سروال حسين باب الرجال ساعه عبودياته لو الا بس خيارين بس كويس انت بتعبد لك في سروال وما حق احمد البدوي ذاته زمنه كان في سراويل كان في العسيمان للخياطه ما كان في الله يهديك فهمت ما في واحد بيتبرك بنعال احمد التجاني ما شفتوها في الفيديوهات بيتمسح كده يا سيدي احمد التجاني قال كده اقضي عنا جميع الحوائج واتي كل ذي سؤل ذو سائل سؤله مش قال الكلام نفس الكلام برضو قالوا بتاع حسن وتحسون زول الكثير ذاك ولابس له 12 ختم انا ما اعرفه ده زول ولا ركشه عامل له اجات هنا وبتاع المهم ويا سيدي حسن وتحسونه اعطي كل سائل سؤله فهمت وبيرفع مع الناس فهمت ما شفته انت في الواتساب والمقاطع ذاك الرجل الذي جاء الى قبر المكاشفي كسيحا وقال له في ناس بعضنا جيناك من وين الخرطوم وناس جيناك من ودراء ومش جابا وما اعرف ناس جوك من اللبيض وجيناك وابو الشيخ قال له انا جيتك مكسح وما خليت الاردن وما خليت محله انا ارجع الكلام ده كيف قال لهم الكلام ده كيف الكلام ده شرك ده ما اعرف الكلام ده كيف اها الكلام ده رايكم شنو بالكلام ما شرك بالله هذه الاصنام ولا دي اصنام دي عباده اصنام ولا ما عباده اصنام؟ ما جابوا لنا في الدار انه المكاشفي مرق من قبره بعد مات زمان طويل وعمل عمليه وجاب شاش من الجنه شاش من الجنه جاب شاش من الجنه ما سمعتوا بها؟ نقول شنو ونخلي شنو؟ نقول شنو ونخلي شنو؟ لما مات احمد المرغني بتاع الطريقه الختميه والحزب الاتحادي الديمقراطي الناس ما تخاتوا في العنقريب ما خلوا فوقه ولا مرق مرق ما خلوا فوقه ها والمويه بتاعت الوضو والتراب اللي بيدفنوا به ذاته ما لقوا اظن الا جابوا لهم كوم بتاع رمله مشوا دفنوا به ما في ما شفت حمد النيل فدي يا اخواننا الناس دي بتغالط في مسائل اوضح من الشمس في رابعه النهار ولذلك زول اللي بيقول انتوا تشددتوا ونزلتوا ايات المشركين في هؤلاء الناس والى اخر نقول له هؤلاء الناس عندهم من الحال اسوأ من حال اخواننا المشركين الاوائل بتاعت احمد التجاني قال وضعنا جميع امانينا بيديك الى اخر ما قال وشبه كثيره ان يسر الله سبحانه وتعالى لقاءات اخرى نقف معاه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله